طرقنا هي جزيرة فيها البحر وفيها الفلاحة. اسمي مروة العربي، أنا أصلي من مليدة، راجلي من أولاد عزدين، راجلي بحار يخدم البحر وشوية فلاحة وشوية بحر. عنده عقدة أنك تقول له اشري لي مثلا حاجة من السوق يقول لك لا. القمح هذا هو اسمه العويجة، تقطع عنا ما ولا أصلا فماش في قرقنا كاملة فماش، خاطر تقطع العباد ما عادش حب تحرثه، ما عادش فما زرع، وكحرثني حافظين عليه في الفخار باش ما يسوسناش وما يعدمناش، نستغلوه في عيشتنا اللي ناكلوها، في بسيستنا، في الزميطة متاعنا، في كسكسينا، في الخبز. انا فرحان اللي انا نرجع فيه مثلا، وعندي نقول انا نفرح كي نقول انا عندي قمح. هذه القرفيله الزروسيه، وهذا هذه القرفيله الكحله، وهذا هو العدس. نزرعوه كيما نزرعوا القمح والشعير وكل شيء. هذه متاعنا احنا في قرقنا، ما يعملوهاش في البلايص الكل، كان في قرقنا حاجه تقليديه تبع الاكله التقليديه. هوني الناس كل عندها، ما هذينا مازالوا محافظين عليه. شطيقار لقينا محلة، والنخلة مع القدر جية، وكشكوشة والطيب فيها، وكشكوشة والطيب فيها، وهي تسرك لك الأمية. آه آه يا قرقنا، تيراريرارا يا قرقنا، قرقنا يا بلاد الخير في كل جميع والعب. هذا هو توا نفس الغور القديم في الكسكسي غلا، اللي هو متكون من الغلة اللي هي خمسة غلة، القرفيلة الكحلة والقرفيلة الزروسية، العدس والقمح والشعير. نسبكوهم ونلقطوهم قبل ونهزوهم نطحوهم نسبكوهم، وبعد نخلطوهم في بعضهم ويوليو كملنا كاكايا اللي هو هذا الدقيق تاع الكسكسي الغلة. كي نجيو نفتلوه نجيبو الكسكسي، الكسكسي الديري العادي، نصبوا منه في وسط الشقالة ونبلوا شوية بالماء، ومن بعد كده نهزوا من الغبرة ونلفوا بيه، نقعدوا نلفوا كل ما تشي، كل ما نحسوا هكاك شيحت يعني نعاودوا نبلوا من نفس الطريقة، نعاودوا نبلوا الماء ونعاودوا نهزوا الغبرة ونلفوا حتى لين يتعمل البسكسي يتسل يتبرم عليه البسكسي غلا يعني ويولي كمل هكاك. يا شباب ويا بنت الغابة ويا ركب العطيل، وصرحة فوق جبل حطابة وتغني يا ليل، صرحة فوق جبل تغني، صرحة فوق جبل تغني، ويا حبيبة حبك زطني، يا حبيبة حبك زطني، وحجر الأحمد. العنبة هذه مهدوي نقولوا له، إذا تخلى وسو يلزمنا نقطعوا العنب باش نحضروه للزبيب، خاطر تولي يعني الدنيا تسخن عليه ويخمر ويفسد، لازم يتقطع. نشوف حاجتي تكبر قدامي نفرح، كي نغرس حاجه بايدي وناكلها نفرح. غرام غرام مع الارض، غرام مع الغرام. الحوايج اللي لازم نحافظ عليها، ما يلزمهاش تنقرض عنا، ما يلزمناش نسلموا فيها، على خاطر حاجة طبيعية، حاجة منفعة، ماهيش حاجة منفعة برشا عباد يلوجوا عليها بالريق الناشف، علاش احنا نسلموا فيها حاجة كيمنك؟ حتى كي نتعبوا فيها يلزمنا نتعبوا فيها باش نلقاوها، خاطر فما حد شي يجيب ليش تعب.